So
حافظونك أجسادهم وأرواحهم نقية فكانون بخور زكي أمامك يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة مثالا حيا لجميع المؤمنين. امنحنا يا رب معهم نصيبا في ملكوتك فنمجدك ونشكرك الآن وإلى الأبد. Amen.
والموت للمجاهد في سبيل الله هو طريق إلى الجنة. هذا خاطئ. هذا غلط. كل هاللي قلتم هاللي مش مخطوطين عليه. لأنه عقاب ولأنه محدود ولأنه مكتوب ولأنه مقدر. وإذا مفكرين إنه ربنا قاعد معه أجندة حدد لكل واحد ساعة ميلاده وساعة موته يكونوا غلطانين. ما هو الموت بالنظر الإيمان المسيحي وبدعليل الإيمان المسيحي؟ الموت هو الانتقال من هذا العالم المخلوق الأرضي الخاضع لقوانين الطبيعة والزمان والمكان إلى ملكوت السماوات المكتمل العالم الآخر الحياة الأبدية. هو انتقال. ما تنسوا امبارح كنا عيد انتقال ابن مريم العذراء ورايحين على عيد الصليب تذكار ارتفاع ربنا يسوع المسيح بين الأرض والسماء وانتقاله إلى الآب ونقله لأننا كنا سوا إلى الآب. أول شيء هو الانتقال. والانتقال أي عبور. والعبور مع المسيح هو عبور من حسن إلى أحسن. والعبور من الألم إلى الفرح والسعادة. هو اكتمال مسيرة الحياة. الموت هو اكتمال مسيرة الحياة. تقولوا لي طيب وليش في ناس تموت بكير؟ وليش في ناس بتعيش 90 سنة؟ اليوم اليوم الصبح أنا صليت على شخص من عنا عمره 95 سنة. أوف. طيب ليش هذا؟ الله بيحبه كثير لأنه عطي عمر أكثر. وهذا اللي شاب اللي مات أو الطفل اللي مات مش رح أحكيكم اليهود مقتنع في 100%، ولكن بدي أذكر لكم عبارة من آباء الكنيسة، والعبارة تستمد قوتها من القراءة اللي سمعناها بسفر الحكمة. كل شاب بيحطها براسه اللي سمعناها بسفر الحكمة كل يوم إذا فيك تقريها الصبح تتمعن فيها وتتأمل فيها. بتقولوا آباء الكنيسة الله يسمح بانتقال البار في الوقت المناسب خلاص. إن شاء الله يا رب هلأ موت أنا إذا كان هلأ الوقت المناسب لأطلع الصبر. إذا بدكم تقيسوا كل هالدنيا وأمجادها وغناها وآلامها وأفراحها وكلها سوا بلحظة لقائنا وش مع يسوع فهي لك الناس. في مرة كان بجناز وسمعت أحد الآباء الأرثوذكس عم يوعظ وقال عبارة لم يتحفظ بفكري كثير. شابة حياتنا على الأرض في زهرة، والزهرة حلوة كثير، زهرة حق. وشابة حياتنا بالسما بأرز. قد ايه بتعيش الزهرة وقد ايه بتعيش الأرز؟ انت بدك تمص بهالزهره بس في الاخر اذا همك تحصى على الارز لازم تعرف شو تعمل بتحصى على الارز. ثالث محور بتاملنا على السريع وبشو بدنا نعمل بعد الموت؟ شو بده يصير بعد الموت؟ في صورتين لبلع الموت. الصوره الاولى صوره العاشر المحشور، والصورة الثانية هي صورة المزارع الذي ينام وقد درع زرعه وسقى. صورة الأول العاشر والمعشور. هلا عكسنا الرهبان والبدولين بيناتنا. مين محب؟ مين محب شخص آخر؟ اللي بيحب مظبوط مش عمصنا أو اثنين. مش بصاحب بيحبها. مش بيحب مرض في القلب مدى الشرق. بيعد بيطلق فيها وبيطلق فيها. لا يعد يشتغلوا واتساب من المطلقاتهم ولا مدري ايش. بيطلق فيها وبيطلق فيها. وهيك بصير مكيف بيقول يا رب ما تخلص على اللحظة. هيك السماء. مثل خوري آس. مثل ما حكي عن هذا المزارع.
أنا بطلع يسوع، يسوع بيطلع فيي، ونعيش بسكرة الحب الذي لا ينتهي. هالسنة ملء حياتي. فبتمناكم انكم تشعروا فيها الحب الأرضي المحدود صورة لهالحب اللي بدي عيشه بعد ما انتهي. فيني بلش من هون أكيد. وتاني صورة، صورة المزارع. نحن وهي الأرض، ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا تشتغلوا الأرض. بتزرع هالشجرة، بتزرع هالنبتة، بتزرع هالخسة، بتزرع هالبتاتة، وبتصل تنكشف عليها وبتنقصها وبتصقيها وبتروح تنام وهي بتكبر بالليل. بتجي تاني يوم بتطلع عليها بترجع بتروح وبتصير تكبر وبتطلع هي بتتفاجئ إنه امبارح كانت هالقد، بعدين صارت كثير كثير بتقص شجرة الخل. عمل البار الذي صنعه على الأرض هو كهذه النبتة التي يزرعها المزارع. هو ينتقل إلى ملكوت الله، وهذا العمل الخير الذي بدأ به ينمو ويعلو ويثمر. كل واحد منا أي شيء بيعمل عمل خير بهالدنيا يزرعه بفل، والرب ينميه ليكون من خلاله ذكرا صالحا طيبا لمن صنعه وزرعه. بهالمناسبة أستاذ توفيق تطلب عليك الحقيقة الإيمانية والحياة الإسلامية. أنا ابن البنك أخوه بعرف مصطفى، وأنا كنت أعرفه مش كتير، مش صديقه بس كنت أعرفه. كنا كلنا سوا نحن متأملين فيه كتير، ولكن لما بتطلع هيك أنا بشوف محبة العالم لإله. بنشوف شفت صغارتها كلنا سوا بكل أطيافها بكل توجهاتها كيف كانت عم ترافقه بصلاة المرافقة. لما شفت كل الجوار وكل المنطقة بأي محبة رافقوه، بأي حب رافقوه، الخي بعد لبنان رح يبقى، وبعدنا نحن الموالي رح نبقى، والمسيحيين رح نبقى بأمثال وفي معوض بأمثال كل المسيحيين الحقيقيين. نحن لا بخوفنا لا داعي شباب مصر ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا حدا، طالما في ناس من بيناتنا زارعين بقلبهم محبة يسوع المسيح وعم يشتغلوا للناس بكل فرح وكل هيدا تأملنا اليوم. بدنا ينزرع بفكركم، بدنا تقدروا تكفوا حياتكم المسيحية وعم تطلعوا على الأرزة اللي بدكم تولدوها مش على الزهرة اللي حنينا بيدوها. آمين. نؤمن بالله. Oh.
اقبل ما حمل اليك ابناؤك من طلبين حبا لك ولاسمك القدوس، ارسل عليهم بركاتك الروحيه وبدل عطاياهم الزائله، املاهم الحياه والملكوت. بذكر ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من اجلنا، نسل على هذا القربان الموضوع امامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من ادم حتى اليوم، ولا سيما الطغاويه وجنه الله مريم ومار مارون ومار يوسف البتول. اذكر اللهم ابانا واخواتنا الاحياء والاموات ابناء البيعه المقدسه، بخاصه من تقدم عنهم هذه السبيله، جميع موتى هذه الجماعه الخالده والمهندس في العوض وموتاه. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. لنبعلا لما لنبكى الله لنشكر الرب متهيبين
نمجدك ونعظمك ونحبك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. Thank you.
Oh,
واقبل منا هذا القربان فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين الواحد القدوس ابن الواحد القدوس روح
أيضا وأيضا ودائما بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأجل سنك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا
الأمان والسلام أحد نفس خيلة فيه وجميع الأنفس التي هي بأمس الحاجات إلى صلاتنا. أبانا الذي في السماوات.